كانت 8 و 13 دقيقة. ديما نبداو السوايع نتاعنا بالتفاؤل والامل والكلمات الحلوة والمزيانة. ومعدتنا جاية خاص ناس اليوم كالعادة الوقاية هذيا باش تحكي لنا كلمة خير. صباح الخير. راحة البال ما تتشريش بالفلوس، راحة البال كيف ما تتغرش باللي في يد غيرك، راحة البال كيف ما تطمعش في حاجة الغير وتقتنع باللي في يدك، راحة البال اللي نحكي عليها كيف تحب روحك من غير ما تتعبها، من غير ما تقسى عليها، روحك أمانة من ربي، عندك ما تلومهاش وتقسى عليها، روحك عزيزة وكان ما تعزش عليك ما تعزش على غيرك، روحك لازم تحبها، اقبلها، ما تتغرش بحياة الناس اللي تظهر لك من برا مزيانة ومن داخل كيفها كيف حياة الناس الكل، نهار حلو ونهار مر. المثالية اللي تشوف فيها راهي موجودة في التصاور والكتب. أرضى بعيشتك وزينها بطريقتك، حط فيها من روحك المزيانة، حب بدنك ووجهك غزرتك، ما تتغرش بالمظاهر، كل حد فينا عنده الخايب والباهي، خليك مرتاح وراضي، تكسب راحة البال، راحة البال ما كيفها شيء، خلي دارك كيفك، تشبه لك، مش تشبه لتصاور اللي ريتها في تليفونك، البس الألوان اللي تعكس روحك من داخل، تحكي للناس عليك، مش الألوان الدارجة في كتب الموضة، تربح راحة بالك، البس اللي أنت مرتاحة فيه، امشي للبلايس اللي ترتاح فيهم مش اللي تتصور فيهم وتهب تصاور يشوفوهم الناس، امشي للبلايس اللي تشبه لك انت، امشي واسرح فيهم وتفكر حاجاتك المزيانة اللي تعرفها انت واللي تحبها انت واللي تحس قيمتها انت، راحة البال انك تلوج وتربط حياتك بشخص يفهمك يحس محبتك مش تختار شخص تصويرة تقدمها للناس، راحة البال انك تعمل اللي يخطر لك واللي يريحك، راحة البال انك تقول فاش تخمم من غير حسابات وتكمبيس، راحة البال في عشقة مهبولة بلاش فلتروات، راحة البال انك تطمئن وانت في بلاستك اللي تحبها مش اللي يحبوها الناس، راحة البال انك تخمم كيف ما انت ما تحاولش تنظم حياتك على تصويرة في فيسبوك ولا انستغرام، راحة البال انك تحط راسك ترقد وش ما جاي فرحك، راحة البال انك تعيش كل مرحلة من عمرك تعطيها حقها محلها راحة البال. يستر حالك ويريح بالك يا فيزا. امين يا رب. امين يا رب. شكون اللي مصدومه الساعه؟ جيجي مش مصدومه عزيزتي، شبيك شمل شفما شبيهم انا انيسه مصدومه اكثر مني. انا تلفت عندي تعقيب، انا دخلت بالذمه ما زلت ونص ما عنديش الاخبار تو دخلت باش نعقب على كلام فيزا. عقب اي تفضل. قالت جمله من الاول بديت بها اللي هي ما تجيش جمله لا تجي من الاول لا في الوصله في الاخر، راحت البال ما تتشريش بالفلوس. ما فهمتش كيفاش ما تتشريش بالفلوس معناها. نحب نقولها نحب نقولها استنى انيسه خاطيني حق الرد عاد الفلوس مهمه. اللي فهمت فهمت قصدك سي بون فهمت. لا والله لا بالذكاء ذكاء انا الفلوس مهمه في حياتنا وفيها وتنجم توفر لنا كل شيء اما ما توفرنيش راح تبان. لا لا سؤال دقيقه بربي انيسه اش نسال ما تركاش هذا نحب نستغيث بال واش مو في النوطين سامحني اقتحمنا عليك. لا مرحبا دار داركم يا شومي. السؤال واضح وصريح. أيه. واضح واضح وصريح. انت سعيده برحت انا فايزه للي انت مع راحه البيت تحس بربي هذيا كاو جاوبتك باهي جوست حاجه برك انا باش نقول لك ميساج لحامد السويح قالت لك راهي فايزه راحه البيت ما تتشريش بالفلوس دونك هي مستغنيه على الشهريه نتاعها. انا بصراحه راحه البيت عندي تتشري بالفلوس. هذيك هذيك اسمعني اسمعني انيسه انيسه الشهريه حق مكتسب. اسمع كلامها على قد اللي هي قد هي حق مكتسب هذيك الشهريه في بلاصه. لحظه كيف شقعدوا كيك برا وكملوا الوحده البر عن طرقات نحب تسحب كلمتها وكهو. لا ماهيش باش تسحب كلمتها خاطر انت عندك الحق وهي عندها الحق وتوا جيجي باش تقول الحق في الكيسات توت سويت. رجعنا لكم من جديد 28 دقيقة حفظوه بالكدا توقيت هذايا على خاطر التوقيت هذايا يحب يقول العبيد الكل اللي قاعدة في الدار وديما تقول الحياة صعيبة في تونس وما نجمش نخدم وما نجمش نحصل فلوس ونحب على شهرية ونحب نحسن أموري. جبت لكم شكون اليوم شعار وهو في الحياة البداية من الصفر والنجاح في تونس ممكن اسمه أيوب نجم. مرحبا بك أيوب حذان. يعيشك هجر يعطيك صحة. عايشك الله يخليك. دونك أيوب أنت الفقرة نتاعك هذه باش تكون متواصلة معنا جمعة كاملة
وجمعه كاينه باش نعطيهم ديزاستوس والا نفسروا لهم بلوزو موا كيفاش ينجموا يستغلوا حاجه متوفره عند الناس الكل اللي هي الانترنت باش ينجموا يدخلوا بها فلوس هكا والا لا ويحسنوا المستوى المعيشه وبالجارانتي. راه جبت ايوب خاطر نعرف اللي هو ديجا ليزاستوس نتاعو في زابل على روحه ونعرف اللي هو عاون برشا عبيد وعملوا برشا مشاريع محترمه ودخلوا اجر محترم خلينا نقولوا احنا وبعد ينجموا يوصلوا برشا اسفار في الاخر هكا ولا لا وهذا بتتر من بعد نجيبوا قصص نجاح نبداو كيف ما ينجم يبدا اي تونسي ان شاء الله ناكدوا به اللي باش نحكيوه على كامل الاسبوع راهو نجموا نطبقوه على ارض الواقع. باهي اسمع اليوم ايوب باش نحكي لكم على حاجه انا كي باش نتوقع تو يمكن تظهر لكم صعيبه ما هو يفسرها لكم تظهر قديش سهله وقديش نجم تعاونكم انه تربحوا برشا فلوس. دونك ايوب اليوم باش نحكي لنا على حاجه اسمها دروب سيرفيسينغ. دونك هي تخلي نفسروا ديجا للعبيد شنو هي هذايا دروب سيرفيسينغ هذايا باش نجموا يدخلوا بها فلوس يا جماعه. اكزاكتومون باهي هاجر خلينا نبداو من الاول شويه قبيل انت قلت اللي الدنيا صعبت ما تنجم تعمل في تونس خليني ناكد على الكلام هذا بالحق على قد ما الدنيا صعبت على قد ما فما فرص تخلقوا لنا مع الانترنت وخلينا نقولوا مع 2022 23 24 دونك باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نستغلوا المتاح هذا اللي عند الناس الكل. برشا افكار نجموا نستغلوا الانترنت مش من خير معناها في تطبيق الافكار هذيك نجموا ندخلوا فلوس وصدقا هذا سهل وباش نخدموا عليه حلقه بعد حلقه باش نبسطوا الامور ونخليو اي واحد يسمع فينا قادر يعمل الشيء هذايا فعليا. مي فما مفاهيم غالطه خلينا نصلحوها نهدموا المفاهيم الغالطه وبعد نبداو نبنيو على الصحيح. الانترنت ما فماش فلوس مطيشه فيها ادخل سيت عمل دو كليك ومن بعد يخلصوك. لا الكلام هذا غير واقعي وما فماش منه. الانترنت هي وسيله من خلالها باش نوصلوا لعدد اكثر نتاع عباد باش نسوقوا لهم السوليسيون نتاعنا ان كانت سيرفيس ولا ان كانت برودوي. دونك عندنا متاح الناس الكل عندنا دي سمارت فون في دينا عندنا 8 مليون تونسي كونيكتي فخلينا نقولوا جمهور واسع تنجم تبيع له اللي تحب تبيعه وهذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا ان شاء الله. ومن الامثله ولا خلينا نقولوا من الاختصاصات اللي تنجم تستغل الانترنت باش تخدمهم هما الدروب سيرفيسينغ وخلينا نعطيهم مثال والمثال هذا باش يبسط اش معناها الدروب سيرفيسينغ. خلينا نبداو من الواقع نتاعنا في تونس توا نحن في شهر جويليا الدنيا سخونه على الاخر فما حاجه اللي تلوج عليها تونس الكل في الوقت هذا لي كليماتيزور تصليحهم تركيبهم لونتروتيا نتاعهم وغيره. تنجم انت تخدم في الشيء هذا تقول لي كيفاش نخدم في الشيء هذا وانا اللي عندي صنعه ولا نفهم فيه ولا حتى شيء. انت مش تستغل الطلب العالي وباش تحاول تعرض خدمه من نوع هذا كيفاش يعني نزيدو نبسطو اكثر. الدروب سيرفيسينغ هو انت باش تسوق خدمه انت ما تعرفش تعملها ولا بلوتو انت ماهيش صنعتك وماهيش خدمتك. المطلوب انك تكون تفهم فيها شويه فقط والانترنت تتيح لك باش انك تفهم في الشيء هذا. دونك مش تمشي تتفق مع شركه ولا مع تكنيسيان ولا مع اي شخص يتقن الحاجه هذه مش تتفق معه لانك مش تسوق له الخدمات نتاعو. عباره باش تشري من عنده سيرفيس هذاك اونغرو كلنا نعرفوا شاريين اونغرو يكون في اللي بيان في السلعه مي حتى في السيرفيس راهو ينجم يصير. نفترضوا اللي هو يبيع في يخدم في الانستالاسيون نتاع الكليماتيزور باليكزامبل 100 دينار مش تتفق معه على 60 دينار مقابل انك مش تجيب له باش تخليه يخدم السيرفيس هذاك اون كونتيتي ومن بعد بعد الاتفاق هذاك تمشي تسوق الخدمه هذيك. كيفاش تسوقها؟ اترافير لي ريزو سوسيو. الناس الكل عندنا لاكسي باش نعملوا باج فيسبوك دي كونت انستغرام دي كونت تيك توك وفما دي زاستيوس صغار من خلالهم نصنعوا محتوى بوتيتر هذا اللي باش نشوفوه غدوه هاجر. نصنعوا محتوى يخليه يوصل لعدد كبير نتاع عباد من غير ما ندفع عليه برشا فلوس وفي مرحله ما بوتيتر نستحقوا باش ندفعوا مبلغ مقابل ان نسوقوا الخدمات هذوما اترافير الاعلانات اللي موجوده على البلاتفورم كيف ما اللي نعرفوهم فيسبوك والا غيره. دونك نعاود نلخص مش تشوف شكون يوفر يبيع ولا يخدم في سيرفيس مش تاخذ من عنده سيرفيس هذاك بسوم اقل من سوم السوق بعد مش تمشي تسوقه على الانترنت. وقت اللي يجي شكون يحب يشري من عندك السيرفيس ترجع للشركه ولا للتكنيسيان اللي انت متفق معاه تعطيه الكوموند هذيك يمشي هو يخدمها. وقس على ذلك الشيء هذا نجمو نخدموه في برشا حاجات اخرى كيف ما مثلا الجرافيك ديزاين عندنا دوموند كبير على الجرافيك كل ما يخدموا الجرافيك ديزاينر في تونس من دي لوجو ديزافيش ولا غيره. تنجم انت تسوق الخدمه هذه اونلاين وتتفق مع جرافيك ديزاينر على تسعيره معينه تزيد عليها المارج نتاعك وتسوقها. نعطيك اكزامبل تنجم تتفق زاده مع شكون يخدم فيديو ميكر شكون يخدم لي فيديو ولا يخدم لي فوا اوف تتفق معاه انه مش يخدم لك دي فيديو اللي من خلالهم باش تروج خدمات شركات وتمشي تلوج على شركات توصل لهم اترافير الانترنت تقنعهم باش انهم يخدموا دي فيديو يعرفوا بالخدمه ولا سيرفيس نتاعهم. دونك بعد ما تبيع لهم ترجع للفيديو ميكر هذاك تخلصوا بيان سور باش يقعد لك انت المارج نتاعك اللي انت باش تحكم فيه. واكيد هذا يعني يستحق شويه تفاصيل واحد يغطس فيها هذا باش نشوفوهم بعد باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش تنجم تسوق الحاجه هذه
شوفوا من بعدنا زاد كيفاش نيغوسي مع الطرفين، شوفوا من بعدنا انهي احسن طرق باش تخليك توصل وتقنع الناس باش يشريوا من عندك انت، ما يشريوش من عند عباد بتتر معروفين ولا خلينا نقولوا عندهم لافونتاج عليك من ناحيه الوقت. دونك خطوه خطوه ان شاء الله تو نوضحوا كل شيء للناس الكل. معناها جيت باش نفسروا للعباد، نجم تعمل بوكو دو سيرفيس كيما فاست الكليماتيزور، شوف اي سيرفيس اخر طول وتعمل برشا حاجات، معناها انت والموسم وانت والبزوان نتاع العباد باش نجم. احنا كان الكليماتيزور ما مشيتش تمشي تشوف حاجه اخرى هكا ولا لا؟ بيان سور، هو المطلوب انه تاخذ الفكره وبعد تطبقها على البزوان اللي تشوف فيه في، خلينا نقولوا في اللونتوراج نتاعك. هذاك علاش قلت قبيله قص على ذلك، يعني اكيد ماكش باش تمشي تطبق الفكره هذه، انت باش تمشي تلوج على بزوان. وانا فكره نجحه على الاخر سورتو تو الموسم تاع، انا بقول اعطيت ليكزامبل هذا على خاطر بوتيتر من اكثر الحاجات عليهم بزوان. وخليني نعطيك زاد سيرفيس واحد، سامحني باش نخص عليك، هو فيه بزوان كبير وفما شح كبير في الحاجه هذه، دونك تنجم تفكرها برشا فلوس تغشش علي عاده. هكاك انت وقدرتك على التسويق وعلى الاقناع هذا هذا مهم. خليني نعطيك هجر اكزامبل في البدايات نتاعي في البزنس اونلاين، حاجه عملتها نحكيو في الدروب سيرفيسينغ. وقتها بدايه نتاع موسم المطر نتاع الشتاء، وشفت اللي فما بزوان كبير للتصليح كل ما عنده علاقه بالتونشيتي نتاع الديار ونتاع السطوحات. والمشكل اللي فئه كبيره نتاع عباد ما يعرفوش شكون يقد ولا ما يعرفوش الاسوام وما يعرفوش تفاصيل من النوع هذا. دونك مشيت اتفقت مع شركه تخدم نوع نتاع تونشيتي، ما علينا باش ندخلوا في التفاصيل. يتباع بالمتر كاري، دونك اتفقنا على سعر نتاع متر كاري، مشيت سوقته بسومه اغلى ونجحت العمليه هذيك بالكدا. وبالحق اكتشفت قداش فما بزوان وقداش المارشي طلب الحاجه هذيك دو تيل فاسون اللي انا وليت عباره نشري في السيرفيس هذاك من عند اكثر من شركه باش نكفي الطلب الموجود. هذا اكزامبل واحد اخر، وديف ما نقول معناها ديما حاول خلينا نقول الحل نتاعك يكون من منطلق المشاكل نتاع الناس اللي دايره بيك. شوف واستنتج ومن بعد حاول القى سوليسيون وبيح. باهي اسمع، هيد جوست ختاما بالارقام، تعرف العبيد يحبوا الفلوس، باهي الافكار وجبت لي فاسه سمباتيك نجم انا ندخل بها فلوس، مي اعطينا اتيتخ ديكزومبل مثلا عبيد من اللي انت من الكوميونيتي نتاعك مثلا قديش بدي وقديش وصل صور في مده معينه، جوست باش نعطيهم فكره قديش ينجم يكون الحاجات هذه مربحه، معناها كي عملنا الفقره هذه عارفين اللي هي باش تكون بالحق مفيده للعبيد. وامانه مني ليكم معناها راهو الكلام يقول لكم فيه ايوب راهو على ضمانتي، معناها راهو جارانتي 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 بالثلاثه كما قال المصري. باهي خليني نحكي لك على اكزامبل شفته ديرنييرمون هاجر في الدروب سيرفيسينغ اللي هو نورمالمون تصور واضح عند الناس الكل. نعاود ناكد اللي غدوه ان شاء الله باش نشوفوا من بعدنا خطوات 1 2 3 4 اللي انت تولي قادر انك تعمل الشيء هذاك. دونك نحكي على اكزامبل شفته اللي واحد من العباد اللي خلينا نقولوا اللي قابلتهم ديرنييرمون خدم دروب سيرفيسينغ وسوق الكرياسيون نتاع لي سيت ويب اي كوميرس. داكور، دونك فما دي بلاتفورم معروفين اللي هما يمكنوك باش تعمل دي سيت ويب اي كوميرس بدي تمبليت حاضرين من غير ما يكون عندك معرفه كبيره في الديفلوبمون، من غير ما يكون عندك درايه كبيره بالتفاصيل بالاي تي اون جينيرال. دونك والسيت هذا يتعمل مقابل مبلغ صغير على الاخر، فمشى سوق فكره انك تنجم تعمل سيت ويب اي كوميرس بمبلغ اللي هو يتراوح ما بين 300 و500 دينار. في الاخر السيت ميم با باش يتكلف 10 دينارات للكرياسيون نتاعو. وصل لقنا عدد محترم تاع سمول بزنس ولا شركات يحبوا يعملوا دي سيت ويب كوميرس وباع لهم السيرفيس هذاك. الرقم بالضبط ما عنديش، مي كان فما خلينا نقولوا سهل انك تبيع السيرفيس هذاك 10 مرات في الشهر، واللي هو حاجه سهل انك تعملها خلينا نقولوا على براتيكمون كل 3 ايام باش تعمل فونت واحده، واللي هذا ممكن وخلينا نقولوا ما يستحقش انك تصرف عليه برشا فلوس، خاصه انك تستغل لي ريزو سوسيو كيف ما تيك توك انستغرام اترافير الكونتوني القصير اللي إذا تخدم بطريقة معينة ينجم يوصل عدد كبير نتاع ناس ويروج ويبيع السيرفيس نتاعك. باهي يعطيك صحة أيوب الله يخليك، دونك بارك الله فيك على النصائح هذيا. دونك ديما لقيت هذيا مع 8 و4 هكاك نتقابلوا مع أيوب حتىكش نهار الجمعة باش يعطينا دي زاستوس هكايا باهي نجموا ندخلوا بهم فلوس بطريقة قانونية وشرعية وسريعة. اكيد اكيد. يعطيك الصحة أيوب الله يخليك، إن شاء الله نهارك زين، عندك حاجة تقولها؟ فوالا هاجر جوست تكمل اللي قلناه، راهو كي نقولوا بزنس اونلاين ولا تستغل الانترنت باش تدخل فلوس ماهيش نتاع حاجه لازمك تخسر عليها وقت صغير وما تعطيهاش الاهتمام، يلزمها شويه جديه ويلزم تعطيها الوقت اللازم، هذا اكيد باش يعزز في النجاح نتاعها. بالطبيعه اي خدمه تخدمها اذا كانت تعطيها تعطيك انديبوندامون دو الفاسيليتي بلوز او موان اللي تنجم تعمل بها النتيجه اللي تنجم تصورها. من يعطيك صحة ايوب الله يخليك. شكرا يعطيك الصحه ايوب. عايشك نهارك زين، يعطيك الصحه الله يخليك. سينو جيت بحذنا بربيل الاخبار انيسه المكشي.
بديت في اف ام اكسبريس. احلى راديو زميلنا محمد شيحه كل عاده كل عاده يمشي يطل في بلاصه مزيانه ويقول لك لازم نمشي نحكي عليها. اليوم محمد شيحه اختار انه يحكي لنا على المتلين. دونك اذا كان ما تعرفوش المتلين انا ننصحكم ديجا تمشيو وتعوموا فيها خاطر فيها بحر عالمي جدا. واذا كان ما عندكمش برشا تفاصيل تابعونا توتسويت. باش نرجع بيكم اليوم للولاية اللي بدينا بها، ولاية البحورات والطبيعة المزيانة، باش نهزكم المنطقة في ولاية بنزرت. البلاد هذه تعديت برشا حضارات، ومن أهم اللي سكنوا فيها هما الجنود العثمانيين بعد ما شيخوا على الأراضي الزراعية اللي موجودة في المنطقة، كما سكنوا فيها زادة المورسكيين بعد ما خرجوا من الأندلس. تعرفت المنطقة هذه تقطير النارنج اللي هو الزهر، وهي شجرة أصلها من الصين جابوها المورسكيين من الأندلس. ونلقاو زادة تقطير العطرشية والأقحوان والفليو والورد. في كل ربيع تصير العملية هذه، وهي عادة أندلسية قعدت لليوم في المنطقة. البلاد اللي غير التاريخ اللي موجود فيها نلقاو البحر والغابات والجبال. احنا اليوم نحوسوا في متلين اللي تبعد 60 كيلومتر تقريبا على تونس و30 كيلومتر اكهو على بنزرت. هي شبه جزيرة نلقاو البحر داير بها من ثلاثة جهات. نلقاو شط السوسية ومرسى واد اللي تعرفوا اليوم بشط ميمي، ونلقاو شط التنارة. ويبدأ شط المتلين من كابزبيب حتى الغابة الرمال، يعني تقريبا 10 كيلومتر طول الشط هذا. ونلقاو أكثر من 20 اسم متاع بحر، أبرزهم الجوابي والبيسين ودموس الأبيض. حاجة خيالية، أي بحر منهم باش يخليك تنسى انت وين ولا عليه جيت، باش تهزك الموندو آخر العالم ما كنتش تتصور اللي انت تنجم تلقاه في تونس. ننصح الناس الكل باش تمشي للبلاصة هذه. وهكا كانت حلقتنا لليوم، نتقابلوا غدوة. مرسي شيحة يعطيك الصحة. دونك تنجموا تمشيو تعملوا طلع على المتلين، فيها بحر بالحق مزيان وعالمي، ونضيف كما تحبوا انتم بالله كيما نقولوا احنا على البحر. سينو احنا المتينه المزيانه مازالت مكمله معاكم من توا حتى كش للتسعة ونص تسويت. خليكم على المزيكا ما تبعدوش بعيد هنا على راديو. رجعنا لكم من جديد 8:42 دقيقة شوية خرجي تمشي تعمل طلع على أحوال الكياسات. أما قلت لي بالله هي جورة عندي معلومات حصرية ودقيقة على فنانة معروفة جدا أنا الحق متاع ربي نحبها، رجلها أحتفظ برأيي عليه، أما هي الحق نحبها. يقولوا لي هي هكا كلامها متبري منها وهكاك فريفتة، خلينا نقولوا احنا شوية ما توزنش. أما فايتي محليها غنيها محليه وهي تهبل. شيرين أنا شيرين نحبها برشا. مالوغوزمون عندنا برشا مانيش نتبعوا في غنى يجي شيرين، باغ كونتخ نتبعوا في مسلسل يعني شيرين وسام حبيب. عنا جمعتين ولا ثلاثة جمعات ملي شيرين قالت لك أنا تخطبت، هبط حسام حبيب قال مبروك ونفرح لها ونفرح لخطيبها. بعد مديدة شيرين تعاركت هي وخوها، حسام حبيب دافع عليها، شيرين قالت حسام حبيب ملك طاهر وعمره ما خذ فلوسي وعمره ما استغلني، خويا اللي استغلني محليها الفازة. هو بيركلها وهي قالت ما استغلنيش، الدنيا هنا بامبي كما يقولوا المسارة. باغ كونتر قلت البارح نسمعوا بعركة كبيرة ما بين حسام حبيب وشيري في استوديو. كليت بعضها الدنيا دقدق. كليت بعضها الدقدق الاستوديو. شيرين تقول عندي حق في استوديو، حسام قال حتى أنا عندي حق في استوديو، ما يسالش هما الشركة تنجم تتواصل الشراكة، لهنا ما فما حتى مشكل. للا شيرين تدخل تكسر استوديو وقالت لك حسام حبيب حاب يغور لي على الاستوديو نتاعي. حسام حبيب يجاوب يقول لك لي هي جات للاستوديو عطات البنتها تريحها وقصت البنتها شعرها، وانا كلمت طليقها بو بنتها قلت له يجهز لبناي به. كيفاش شيرين مشيت مضروبه وعملت بلاغ ومحضر؟ دمدمت قال لك لي هي هزت الطفيه وضربت بها راسها وهزت المقص وضربت بها ساقيها الزوز. وعندي شهود دونك انا ما عندي حتى دخل يا اخي. هي قالت لي وبلا ما رهبط خلط عليا يجري، قال لي شيرين وسع بالك وذوك الكل معناها سامحني. هو قال لي انا رجعت بعد ربع ساعه نلقاها مازلت في الباركينج، طلعت قلت لها اطلع على الاقل برد وجهك، ومعناها ما عاد تفهم حتى شيء. يا لطيف انا نحب فيزا كانت تجم تعملنا سونداج، شيرين صحيحه ولا حسام حبيب صحيح؟ على خاطر احنا بالحق ما عادش فاهمين حتى شيء، ولاول مره في مصر والجمهور نتاع شيرين معناه بدا يتقلق غيالمون. معناه هو حسام حبيب تكلم قال علاش انا ديما مظلوم، معناه علاش العبيد مش بلا انا ديما اللي عامل في شيرين، والعبيد معناه مصدومين، معناه ولا عنف، معناها هذا وصلنا للضرب، فهمت؟ مشيت عملت محضر وهي مدمدمه معناها، فهمت؟ دونك توا نستناو شنو باش يصير.
حسام حبيب قال عندي الكاميرا ويت وعندي كل شيء صار. فما خمسة عبيد كانوا معهم في استوديو وسيد سمعهم جيجي جبت الخبر وجيت وسيد سمعهم بين البارح الاخر دقيقة وين خاطر شيرين راهو شوف هو اسمع هو فما برشا عبيد قاعدين يحكيوا على حسام حبيب ويحكيوا على شيرين اللي يحبوا شيرين قاعدين يدافعوا عليها ودونك بشي ماهوش قاعدين يقولوا في صحيح على حسام حبيب وفما برشا عبيد قاعدين يشوفوا اللي حسام حبيب مظلوم وخطيه وفما ديجا في القصة هي في حد ذاتها فما برشا تضارب اقوال وفما حقائق ماهيش صحيحه دونك انت حتى كمتفرج عادي تحب تفهم شنو هو اللي صار ما بيناتهم الزوز ما تنجمش تاخذ موقف على خاطر اصلا كل مره يطلعوا بحقيقه باش نعطيك الكبيره زيده اي وديني الكبيره قالت لك شيرين هز لي 50,000 دولار لا واربعه حاجات الماس لا خزر حسام حبيب بالذكاء والدهاء نتاعو قال بربي 50,000 دولار اش تعمل بيهم شيرين في ديها منين جابتهم وين يحب يهز القضيه وتعطيني منين من بنكه خرجتهم عمله مهربه بيان سور يا اخي احنا في مصر ندوروا ب 50,000 دولار معناها فريمون عندنا راهو باش نواصلوا معناها دهليز هذي أي مازلت طول القضية قاعدة تتابع وإن شاء الله شيرين ترجع لنا بغنيات مزيانين وتيزينا والخطيب وينو يريد كيفية الخطيب قولك أنا ذي ما حضرتش علي أنا راح حضرتني علي جاي لقتي أنا ماليش دعوة بيه قالك في مصر هذي هما رجعوا لبعضهم حسام حبيب وشيرين وبش ما يرجعوش للمرة الألف قدام الجمهور أجيبوا الخطيب الخيالي باش كوم كوا هكا شيرين تخطبت قالك ما فهمش من على الحكاية لا جو اسمع دهليز كبير هذي ما غير ما ندخلوا فيها انتو كان حبوها برشا شيرين حبوها برشا برشا وماذا بينا ترجع لنا شيرين متاع قبل وحسام حبيب ان شاء الله ربي يسهل وزاد هو فنان راهو مبدع على الاخر ولا انا تعرف امنيتي شنو هي نحب نعرف الحقيقة الحمد لله في الحقيقه هكا ما دام ولات فيها محاضر وقضايا كبيره معناها سي سيغ باش نعرفوا الحقيقه استنوا الحقيقه ان شاء الله نستنوا الحقيقه مع جيجي اما توت فاسون جيجي عندها حقيقه مؤكده معناها اللي هو دهليز الكياس دهليز الكياس مغامرات الكياس تسيت لافو ترافيك اي اف ام انفو ترافيك صباح الخير توا 8:47 على جي بي 8 تنلقاو الحركه مازالت معطله نيفو الشرقيه وبرج الوزيره اللي جايين من حي النزهه ورياض الاندلس في اتجاه حي الخضراء سكرى وارينا زاد على جي بي 9 نلقاو شويه ضغط نيفو جامع عين زغوين اللي جايين من حدائق كرتاج في اتجاه سيدي داود كيف كيف اللي جايين من مرسى في اتجاه وسط تونس نلقاو زاد سيركولاسيون نيفو معرف الكرم اللي جايين من شارع محمد الخامس و5 ديسمبر في اتجاه حدائق كرتاج ولا كيف شارع جسلي من القوة تعطيلة للي جايين من شارع دار فضال وحي الواحات في اتجاه اللاك دو زادا القوة ضغط في ناج العطارين برج الباكوش للي جايين من شارع طيب المهيري أريانا في اتجاه سكرة وسنتر بانوغ نشكر برشا مستمعينا اللي ديما يتفعلوا معنا على جروب فيسبوك يا في مافو ترافيك وكان عندكم أي معلومة من الكيس كلمونا على 58-550-711 سيسر ويحكم وطريق السلامة للناس الكل لفو يفهم هذه انفو لمحبي القطط ايوا قالك يا سيدي يا بن سيدي حويني اي قالك يا سيدي يا بن سيدي القطط ذات اللون البرتقالي تصنف جينيا كاكثر انواع القطط ود وحنان مقارنه بالقطط الاخرى فما دراسه امتدت لسنوات عرفوا بانه الجين المسبب للون البرتقالي يرافق جينات متميزه في تكوينها السلوكي هذيك علاش نلقاوها اكثر اجتماعيه وتعلق بالانسان وود وحنان بيه يعطيك الصحة حنين قطوسه انيسه هذولي اورانجي زيدا والله ما نعرفتش شويه خرجيتو علينا تعطيها في الاخبار تقول لنا اورانجي ولا مش اورانجي يعطيك الصحة جيت تجري على اورانجي انت بعد كلمه توتا الشهيره قطاطس جيت نجري تعرفني في القطاطس ما فدلكش ودي امورك واضحه حد بيه قطوسه اورانجي اسالني ليه طب بعد نقول لك اللي خبيرتك والله ما نجم نقول توا عنا شويه فلوس زي ما نصرفوهم وبعد الفلوس نرجع نحكي لكم شويه على شيرين وحسام حبيب اقعد هني جيجي ما تبعدش بعيد حسام حبيب فهمت ان شاء الله ربي يرجع الوصل والود ما بيناتهم اختي جيجي ان شاء الله يتسامحوا اما الود والمحبه يزيونا منها فدينا ما لا علاش نحبوا الود والمحبه لا نحبهم شو انا تاش نحبهم يكملوا القضيه هذيا والسلام والسلام لا استوديو لا يربطهم حتى شيء خاطر اباغامون ما نجموش يبعدوا على بعضهم
ان شاء الله يبعد هذا المشكل. بربي ديديكاس لشيرين وحسام حبيبي. انا قلت للمخرجه خاطر نحب شيرين محيله، قلت لها بربي حط لنا اغنيه انا مش مبينين ونويل وعلى انا نويل وعلى محضر خير خلينا نحط الديول ما بيناتهم واللي يجمع. والله من احسن الاغنيات اللي غناهم تفسهم مع بعض. هو حسب حسام حبيب قال معناها شيرين يسر عديت لها، معناها ديما كل مره نويت لي على حاجه، كل مره تطلع لي بحاجه، معناها فهمت ما نحبش باي اكزامبل نهز عليها التليفون تكلمني من نمره درا شكون يتدخل بيناتنا، وديما تخرجني خايب والمساره داروا عليها حسيت حسام حبيب قلبك زبده عليهم يا خايتي. لا واسع بيه نحب الحب. تحب الحب اوكي توت سويت ديديكاس اللي يحبوا بعضهم الكل وفين سي جي موات انا ديديكاس بيسالكم انتم الاغنيه هذه توت سويت